السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم سلمى. أتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. اليوم جبت لكم طريقة دجاج كنتاكي، كيجي جديد ومقرمش، وحضرت معاه الدنجال مقلي مع البطاطس حتى هي مقلية بطريقة جديدة، ما كيشربوش الزيت وكيجيو روعة. ونخليكم دابا مع المقادير وطريقة التحضير. إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بابوني، تفعلوا الجرس وديروا لايك للفيديو. البطاطس هذه غادي نحتاج شوية ديال الزعتر محكوك، شوية ديال الثوم بودرة، شوية ديال الخرقوم، شوية ديال التحميرة، شوية ديال البزار، شوية ديال الملح. غادي نخلطهم كلهم، غادي نخلط هادشي كله مع هاد البطاطا. كتجي من السمو، كتجي زوينة بزاف. كتشوفوا معايا دابا غادي ناخذها، غادي نديرها في الدقيق ديال الفوز بحال هكا، وغنعاودها في البيض وفي لا شابلور. وما كتشربش الزيت، كتجي زوينه بزاف. وغنديرها تقله، نزيد لكم هذه نفس الطريقه. صافي، انا غادي نستمر نكمل هذه الكميه اللي عندي كلها وغادي نقدمها معكم. بعد ما كملت البطاطا اللي عندي دابا غادي ندوز للدجاج حتى هو بنفس الطريقه. درت لي شويه ديال الملح تبلتو بها، غادي نديرو في الطحين كتشوفوا معايا، وغنعاود نغطي في البيض ونعاود في لاشابلور، وغادي نديرو التقله. ما كيشربش الزيت، كيجي زوين، كيجي مقرمش وزوين، ما كيشرب لا زيت لا والو. نبدلو شويه داك الدجاج اللي كنقليو غير هكا بوحدو. صافي، انا غادي نستمر نكمل بهذه الطريقه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي، وغادي نقدم لكم هو البطاطا اللي قليت. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما كملت. نتوما ممكن ديرهم بشكل طولي، كيجيو حتى هما مقرمشين وكيعطيو نفس النتيجه. لهاد الوصفه على ديال الدجاج على طريقه كنتاكي غادي نحتاجو صدر ديال الدجاج كي كتشوفوا معنا، اللي غنقطعو شرائح انا غادي تشوفوا معايا من بعد. وعندنا كاس ديال الحليب، ممكن نضيفو ممكن نقصو. وعندنا هنايا بودره ديال البصل الا كانت متوفره، الا ما كانتش ماشي مشكل. راس معلقه ديال التحميره فلفل احمر، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الزعتر، نص معلقه صغيره ديال الملح، ملعقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال الابزار، ملعقه صغيره ديال بودره الثوم الا ما كانتش متوفره. كنحكو واحد جوج رويصات ديال الثوم، ولا كنهرسهم في الماكينه ديال اللي كنهرسوا بها الثوم. عندنا جوج معالق ديال العصير الحامض او الخل، حيت هو اللي تيطري لنا الدجاج وما كيجيش واقف، كيجي رطب. عندنا هنا جوج معالق ديال زيت الزيتون وبيضه. بسم الله، غادي نقطعوا الدجاج ديالنا بحال هكا على شكل طولي، شرائح طويله بهذا الشكل بحال هكا. بسم الله، غادي نوضعو في هاد البول. انا درت غير هاد الكميه قليله باش نوريكم كيفاش. كتشوفوا معايا غادي ناخذ واحد المول زجاجي او اي اناء عندكم، غادي نعملوا فيه التوابل اللي عندنا كلها. غادي نعملوا هاد البيضه، عصير ديال الحامض او الخل اللي متوفر، غنديروا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نخلطوا هاد المكونات كلها. نخلطو مزيان تتندمج معانا. غادي نزيدو الحليب، هاد الخلطة كتجي زوينة وكتفتي لينا الدجاج، كيجي طري من الداخل ومقرمش من برا. نتوما غتشوفو معايا،
صافي. ودابا غادي نحطو الدجاج ديالنا. انا غادي نستعمل يديا، ما كنعرفش نخدم بالمعلقه، باش هادشي يدخل ليه لي زانكريديون يدخلوا ليه مزيان الشكل هذا بحال هكا غير شويه صافي. وغادي نخليه بحال هكا، غادي نرقدوه فيه مزيان وغادي نغطيوه وغادي نخليه ليله كامله. في الغد غادي نكملوا معكم ان شاء الله. غادي نحتاجوا 3 ديال الفرماجات مثلتين، واحد ياغورت طبيعي بلا سكر، شويه ديال البزار وشويه ديال الزعتر. غادي نميكسيوهم كلهم هنايا عندنا بهاد ميكسور بلونجو عفوا. الصلصه هي اللي غادي نرافقوا بها الدجاج ديالنا، كتجي لذيذه وملسمه بالزعتر، كتجي زوينه بزاف. غادي نديرو شويه ديال الابزار، غير شويه ما نكثروش، معلقه صغيره ديال الزعتر. الياغورت ديالنا وغادي نطرب هاد المكونات كلها اللي عندي تنحصل على الصلصه اللي غادي نرافق بها الدجاج ديالنا. هي الصلصه ديالنا كتجي عاقده وزوينه بحال هكا، كتجي لذيذه بزاف. ديالنا بعد ما بات ليله كامله في الثلاجه كتشوفوا معايا، غادي نضيفوا ليه، غادي ناخذوا التوابل نفس اللي ضفنا ليه في الاول، غادي نديروها هنا مع الطحين كيف كتشوفوا معايا، نفس التوابل اللي درنا فيه غادي نديروها هنا مع الطحين. وغنضيفو معلقه ديال النشا وغادي نخلط هاد المكونات كلها عندي مزيان باش كيجي منسم مزيان بهاد التوابل. وغادي نبداو نقليو. عندنا هنايا حمام زيت كتشوفوا معايا، غادي ناخذ طريف ديال الدجاج كي كتشوفوا معايا وغادي نديرو هنا في الطحين اللي درفنا ليه التوابل. كتشوفوا انا غير كنخدم بيديا، ما هاد العمليه كيخصها اليد. وغنعاودو نغطسوه في الماء كتشوفوا، غطسه خفيفه هكا، وكنعاودو نرجعوه للطحين وكنبقاو نديرو ليدينا بحال هكا بحال كنضغطو عليه وكنديرو بحال هكا في صباعنا باش كتجي فيه ديك القرمشه وكيثبت عليه داك الطحين وكيجي مزيان في القلي. هانتوما كي كتشوفوا معايا غنعاود العملية نفسها. وكنديو الماء المعادي ديال الصنبور، كنرجعو عاوتاني مرة أخرى للطحين، كنديرو نفس العملية صافي. كنصوصو شوية وكنديرو إتقلا. انا غادي نستمر بهذا الشكل هذا حتى غنكمل هذه الكميه ديال الدجاج اللي عندي كلها ونتلاقاو في التقديم. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما كيتقلاو معنا، نتوما كتشوفوا كيجيو مقرمشين زوينين وما شاربين لا زيت لا والو، كتجي غزاله هذه البطاطا. والدجاج حتى هو كي كتشوفوا معايا هانتوما ما شارب لا زيت لا والو، كنعصرو هكا والو، ما كاين لا زيت لا والو، زوين ولذيذ. نتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. وبالنسبه للدجاج جربت انني نعاود نغطسو مره اخرى في لا ماريناد اللي كان مرقد فيها عوض الماء وجا حسن. وانا بغيت نتقاسم معكم هذه المعلومه، اصلا حتى كنجرب شي حاجه وكتنجح عاد كنتقاسمها معكم. ونتلاقاو في فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله.